كان دايما واحده من المشاكل ان احنا ازاي نقفل بعض المشاكل وبعض النزاعات او بعض المشاكل ما بين المصلحه او وزاره الماليه وحتى المستثمر، هو فكره انه كان يبقى احنا متفقين على كل حاجه ولو في اي نوع من الخلاف البسيط. انما كان مشكلتنا ان احنا بيبقى عندنا الغرامات عاليه جدا، والغرامات بتبقى ساعات اضعاف 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 اصل الضريبه، ونيجي نقعد بقى مش عارفين نعمل ايه ونحل ازاي ونعمل حاجه استثنائيه ونعمل قانون استثنائي ونعمل حاجه. احنا لا، قررنا ان احنا بالتوافق وبالتعاون، وبرضه واحنا اي حاجه بنعملها بنبقى باصين على الدراسات الدوليه وباصين على عنا على ايه اللي بيحصل بره وايه اللي بيحصل في المنطقه حوالينا. احنا قررنا ان شاء الله ان احنا نعمل سقف الغرامات، الغرامات لن تزيد عن اصل الضريبه، لانه في الاخر احنا مش عايزين نعجز الناس، ودورنا ان احنا نسرع حل هذه النزاعات ونقفل اي نزاعات في اسرع وقت ممكن، وده هتحل جدا امور كثيره وتخلي حل المشاكل اسهل واقدر وبشكل دائم. انا ما بتكلمش على المرحله دي بس فقط، انا بتكلم بشكل عام، ده حاجه مهمه جدا. في بقى امور اخرى تانية مرتبطه بان احنا ازاي نوحد المعامله ما بين كل المأموريات وكل المناطق، وده عمل مهم جدا الحقيقه. مصلحه الضرايب قامت بمجهود جبار الفتره الماضيه عشان تجهز لهذا العمل، فكره ان احنا النهارده نوحد، ما يبقاش بقى الراجل بين المصنع او بين ملفه من حته لحته عشان في هنا معامله وهنا معامله. احنا هنوحد هذه الامور بادله، ادله هتطلع كل سنه وتبقى واضحه جدا، بتخاطب الجميع، بتكلمه بوضوح وبيسر وبسهوله، وبتدي له حقوقه، وهنخلق كمان اماكن لدعم تنفيذ هذا الامر بحيث انه المستثمر يقدر يبقى يتواصل مع حد، الفريق اللي بيتواصل معاه ده يقدر يساعده ويحقق له كل امور. احنا بنتكلم النهارده على سيوله، ومحتاجين ندي سيوله كبيره للشركات ونساعدهم في هذا الامر عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض التحديات ويقدروا بسرعه يكبروا زي ما قلت وينموا. دوله الرئيس كان بيتكلم على البي ام اي، وده مؤشر مهم جدا، فكره انه يبقى فوق ال50 ده معناها انه الاقتصاد او الانشطه الاقتصاديه من وجهة نظر القطاع الخاص ومن جانبهم بدأت تتحرك لقدام، بدأت ان هم يحطوا فلوس ويستثمروا. فجزء من هذا الاستثمار بيرجع ان يبقى معاه سيولة يقدر يضخها في مستلزمات انتاج، وبالتالي يقدر ينتج ويحقق رغبة. فعشان نساعده في هذا الامر احنا بنعمل حاجتين مهمين جدا. احنا بنطلق ان شاء الله برضو وهنقعد نشرحه لحضراتكم بالتفصيل حاجة اسمها نظام المقاصة المركزي، ويمكن دي كانت واحدة من التوصيات مجلس الاعلى للاستثمار العام الماضي، فكره ان الممول بيبقى له حقوق عند الدوله وعليه واجبات عند الدوله. الدوله هتوفر له نظام يقدر يختار من خلاله ازاي يسوي هذه المبالغ، يعني هو مثلا ممكن يبقى عنده مبلغ عند مصلحه الضرائب وعليه مبلغ تاني عند مصلحه الضرائب لنوع ضريبه تاني، ضريبه عقاريه، ممكن يبقى عنده مستحقات عند الجمارك وعايز يسدد الضريبه عند مصلحة الضرائب المصرية، هنسمح له بهذا الأمر، وهنسمح له حتى هذه المقاصة تشمل كمان جهات خارج حتى وزارة المالية والمصالح، ممكن تبقى الطاقة، وبالتالي يقدر يستفيد من هذه الأموال ومستحقاته، مثلا مستحقاته لدى صندوق دعم الصادرات، مستحقاته لو هو مقاول وعنده مثلا بعض الغرامات والتعويضات، لو هو النهارده حد ممكن يكون عنده رد ضريبة قيمة مضافة. دي كلها مستحقات بدل ما تبقى مجمده لفتره ويبقى لازم يسددها في نفس نوع الضريبه او في نفس نوع النشاط، احنا هنسمح له ان هو يقدر يتحرك بيسر في هذا الامر وبنظام هو صاحب القرار فيه. احنا بس بنوفره البيئه والبنيه التحتيه التكنولوجيه اللي تخليه يقرر هذا الامر ويوجه هذه الموارد كيفما يشاء مره اخرى لتوفير السيوله. تخيل بقى بدل ما هو يروح يقترض مبلغ عشان يروح يسدد مستحق بعض الالتزامات العاليه للدوله، ويبقى المبلغ دوت بيكلفه مبالغ من خدمه الدين وغيرها، وهو اساسا عنده مبلغ اخر متاح له بس هو مش عارف يستخدمه الا في مجال محدد، وممكن ما يبقاش عنده في المجال ده اي التزامات جديده، فطبعا ده عبء كبير جدا عليه.